تتطبع وهو لو منتش بعيد. ابنة هيفاء وهبي تخضع لعملية تجميل غيرت ملامحها بالكامل، كشفت عمرها الحقيقي وفاجأت الجميع. كشفت زينب فياض ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي لأول مرة عن عمرها الحقيقي، وذلك في منشور على حسابها عبر إنستغرام عبر خاصية الستوري، حيث أعلنت عبر صورة لها اقتراب عيد ميلادها. وفي التفاصيل، أجرت زينب عداً عكسياً لعيد ميلادها الذي يصادف بعد 10 أيام، وكتبت تعليقاً باللغة الإنجليزية قالت فيه: لا أستطيع أن أصدق، باقي 10 أيام وسأبلغ 29 عاماً. من جهة أخرى، أعلنت زينب عن خضوعها لعملية تجميل ثانية خلال فترة قصيرة بعدما كانت قد أجرت عملية في أنفها، إذ نشرت صورة لها عبر خاصية القصص القصيرة علقت عليها بالقول: تتذكروا يوم قلت لكم رح أعمل شغلتين زعجيني بوجهي؟ سويت المنخار بإشي تاني. هذا وكانت زينب فياض نشرت على حسابها عبر إنستغرام في وقت سابق صورة ظهرت فيها برفقة ابنتيها رهف ودانييلا، أرفقتها بالتعليق التالي: حياتي ودنيتي كلها. ونشرت زينب أيضاً مجموعة صور لابنتيها ظهرت فيها في أول صورة بالألبوم ابنتها الصغرى دانييلا، حيث علقت زينب على الصور بالقول: A reflection of me. ما شاء الله، طبعاً الست دانييلا ماسكة جاكوميس على أساس هيدا صغير يعني لا عمره. الصور لاقت تفاعلاً كبيراً بين المتابعين الذين أثنوا على جمال ونعومة زينب وابنتيها، كما أشاروا إلى الشبه الكبير بين رهف ودانييلا وجدتهما الفنانة هيفاء وهبي، حيث كتبت إحدى المتابعات: ما شاء الله عليهم، الله يحفظ لك ياهم، الصغيرة نسخة عني. كما قالت متابعة أخرى: الزغطورة بتشبه هيفا كتير، الله يحميهم يا رب. It's Corona style. Wow, that's the best. وفي سياق متصل، كانت زينب فياض أطلت على جمهورها في أيام عيد الفطر بشكل مختلف، حيث اعتمدت تغييراً لافتاً في طريقة مكياجها وتسريحة شعرها، إذ أثنى المتابعون على جمالها معتبرين أنها ظهرت بإطلالة جذابة. وشاركت زينب فياض مع متابعيها على إنستغرام الكثير من الإطلالات لها طيلة شهر رمضان 2022، حيث اعتمدت في معظمها مكياجاً باللون البرونزي والألوان الترابية، كما تميزت بستايل شعرها الطويل مع التموجات الجذابة.